موضوع الطاقة الجزائرية اليوم ثم نوع من التوتر في العلاقات، خاصة في خصوص موضوع الطاقة. يظهر لي احنا مديونين لسوماتراك بمبلغ مالي كبير، واصبح هذا عامل ضغط على السياسة، حتى على السياسة التونسية. باهي، انا نشير للجزائر الرئيس تبون يعطيه الصحة، قاعد في مجهودات باش يعاون بلاده، ومشى عمل زيارة لتركيا وعقد جملة من الاتفاقيات مهمة جدا. الاتفاقيات هما تجاوزوا 5 مليار دولار من اتفاقية معناها مع تركيا، لأنه الوضع الاقتصادي معناها نتاع الجزائر مش ولا بد. دونك فما مجهودات تاع هذا الرئيس، فهمتني؟ انت قول الثقل نتاع المؤسسه العسكريه في الجزائر، قولش تحب، وقاعد يتحرك على خلاف الرئيس نتاعنا، فهمت؟ نهار كامل يخرج يسب في التوانسه، معناها قاعد معناها يسمع فيهم في الكلام، فهمتني ولا لا؟ ولا نهار جاب مشروع، ولا نهار جاب حاجه، جابش حاجه، تتفكرش جاب حاجه، ما جاب حتى شيء، فهمت كيفاه؟ جاب التوانسه رجعهم قسرا وخلاوا ارزاقهم غادي، جاب. شنو جاب عمل الاخر؟ ما كان هذا، فهمت كيفاه؟ دونك فيما يتعلق بالجزائر، يتعلق بالجزائر السونا تراك عندها تسال 1000 مليار تونسي بناء على الغاز اللي احنا ناخذوا فيه، احنا فما قسط جزء ناخذوا فيه بلاش على معناها بناء على قاعد يمر، وفما جزء ناخذوا فيه على اساس شراء. وانا نرجعوا علاش معناها البنك المركزي معناها ما يمشيش في التمشي نتاع معناها المعاملات بالعمله الوطنيه، علاش نمشيو احنا بالعمله الاجنبيه بين البلدان هذه؟ المهم الجانب الجزائري يبدو لي فيه تقلق من زياره باش اغا. زياره باش اغا لتونس، اي لتونس، اي دونك حركوا هما الملف المالي، وهذا سيء، هذا سيء. انت شنو معناها انت جار ندبر علينا شكون يجي وشكون ما يجيش؟ ما عندكش دخل، انت ما عندكش دخل. احنا الرئيس مانيش راضي عليه، راضيين عليه وباش نحيوه وباش يتنحى، فهمت كيفاه؟ وباش يتنحى. انت ما عندكش باش تقول له علاش تجيب فلان ولا فلان، مش مشمولتك انت، جارك تبقى في بقعتك، فهمت كيفاه؟ وحنا عندنا عديد من الملفات اللي تو مازالت مفتوحه، منهم الاحداث تاع قفصه 48 معناها شخص توفى عليهم رحمه الله، ضارع فيهم النظام الليبي. وهنا نفتح قوس، هذاك علاش معناها المرحوم باش قايد سبسي سمح للحلف الاطلسي باش دخلوا، لانه قاعد جرح قاعد محلول باش يعرف، وكل انسان يعمل معنا الخيب رجعون. الجانب الجزائري تو متعاقب، المؤسسه العسكريه تو متعاقبت، فهمت كيفاه؟ دونك انا نقول لك ما تدبرش علينا شكون يدخل شكون ما يدخلش، وشكون نجيب وشكون ما يجيبوش، ونهار تحبوا تجيبوا حد جهه عسكريه ولا مدنيه مش مشمولتك باش تتكلم. رغم احترازاتنا ما عندك حتى شيء، رغم احترازاتنا من السياسه التونسيه تجاه الملف الليبي. شوف احنا تعرف احترامنا شكون، احترام الشعب الجزائري، شعب ممتاز وشعب ممتاز بالكدا بالكدا، لكن رداك الشعب الجزائري وبيدو يعاني من المؤسسه العسكريه الجزائريه، يعاني منها، والعشريه السوداء ضارع فيها المؤسسه العسكريه، والمواطنين الجزائريين يعرفوا هذا. دونك خليكم في حالكم، ما تدخلوش فينا، يبارك فيكم.